وللحديث عن دوافع وأهداف التحالف الحرس الثوري الإيراني وتنظيم حزب العمال الكردستاني في سنجار وسوريا وتداعياته على العراق وسوريا والمنطقة بشكل عام، معنا من إسطنبول العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري. مرحبا بك معنا سيد حاتم. مساء الخير. مساء الخير. موقع نيو لاينز الأمريكي تحدث عن تحالف بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم حزب العمال الكردستاني، لماذا تلجأ إيران لمثل هذا التحالف باعتقادكم؟ يا سيدي، منذ 3 أيام تحركت قوات روسية مع مدعومة قوات من الفرقة 125 من الفرق التابعة لنظام الأسد أو لجيش بقايا جيش الأسد المنضمين إلى روسيا، واتجه باتجاه المنطقة الشرقية بحجة محاربة داعش. نحن أبناء المنطقة ونعرف المنطقة بدقة السنتيمتر. لا يوجد داعش في المنطقة الشرقية على الإطلاق، لا على الضفة اليمنى للفرات ولا على الضفة اليسرى. لكن ما حصل أنه من مدة 6 أشهر تقدمت القوات الروسية إلى نفس المكان وأخذت في الساحة الرئيسية في مدينة البوكمال وسيطرت على الفندق السياحي وجعلته مركزا لها في وسط مدينة البوكمال، وامتدت إلى حقل الحمار النفطي وحقل الورد النفطي وسيطرت عليها أيضا. ولم يحصل أي صدام بشكل مباشر بين الروس والإيرانيين، يعني انسحب لهم الإيرانيون بدون أي قتال. الآن ما الذي يحصل الآن؟ الآن هذه القوات تقدمت باتجاه المنطقة، ونحن قلنا أن هذه القوات صحيح أنها أعلنت أن غير موجودة في المنطقة، لكن هي ذاهبة لإنهاء أو على الأقل إضعاف الدور الإيراني في المنطقة. ونحن نلاحظ على الأرض أن الدور الإيراني منذ أن دخلت روسيا إلى منطقة البوكمال وتواجدت في المنطقة ضعف الدور الإيراني وضعفت القوائل أو قلت القوافل التي تحمل الأسلحة وقادمة من العراق باتجاه لبنان عبر سوريا. لكن سيادة العقيد، اسمح لي أتوقف هنا عند خطورة هذا التحالف على العراق وسوريا، واللذان يشهدان توترا كبيرا لا سيما في سنجار والمنطقة الشرقية لدير الزور وغيرها من المناطق. نعم، أنا أقول لك أن إيران في المنطقة لم يبق لها إلا هذه المحاولة الأخيرة، وهي محاولة يائسة نهائيا، لأنها يعني إذا أرادت أن تتفق مع قسد، مع قوات قسد، قوات قسد مدعومة من أمريكا، وبالتالي ليس القرار قرارها، القرار قرار أمريكي، وليس من قبل أمريكا لقواتها المدعومة من قبلها في منطقة الحسكة والقامشلي والرقة والضفة اليسرى لنهر الفرات أن تتحالف أو تتعامل أو تسمح لإيران بالدخول من هذه المنطقة، إنما هي محاولة فقط للضغط على روسيا أن إن أنتم ضيقتم علي الخناق في الضفة اليمنى من على الضفة اليمنى من الفرات، فليس أمامي إلا الضفة اليسرى، وبالتالي ستحالف مع قوات قسد، وهذا يزعج تركيا ويزعج أمريكا. على ذكر تركيا سيادة العقيد، ماذا عن تركيا؟ هل يمكن أن تسمح باستمرار مثل هذا التحالف؟ هذا الذي لا يمكن لتركيا أن تسمح به. تركيا يكفيها أنها يعني ضيقت الخناق على قوات البككة وخاصة حزب البيادة سواء في سوريا أو في جبال قنديل وسنجار. يعني هل من المعقول أن تسمح تركيا لدعم هذه القوات من قبل إيران في المنطقة؟ هذا الكلام غير صحيح، يعني غير يعني لا يستوي. أضف إلى أنه حتى لو حصل ذلك فرضا يعني وتحقق المستحيل بالنسبة لإيران في المنطقة، دخلت إيران من هذه المنطقة أين تذهب؟ يعني هي ستبقى على الضفة اليسرى لنهر الفرات إلى أن تصل للرقة وتعود للاصطدام بعد الرقة مباشرة غرب الرقة بالجيش الحر المدعوم من تركيا. يعني الطريق جدا صعب إلى درجة الاستحالة. نعم، إلى درجة الاستحالة. طب أمام هذا التحالف مع إيران، إلى أي مدى تكون أمريكا راهنت على حصان خاسر وهي ميليشيات قسد؟
سيدي أمريكا يعني لا تراهن على حصان خاسر. أمريكا يعني كي نكون صريحين هي الآمر الناهي وهي المشغل لجميع هذه القوات الموجودة في سوريا، إلى درجة أنها حولتها إلى ورشات القوات الروسية في سوريا. ورشة داعش سابقا كانت ورشة، جبهة النصر الآن ورشة، قوات قسد ورشة، القوات الميليشيات الإيرانية ورشة، جميع هذه الورش تعمل تحت عصا المشغل الأمريكي. وبالتالي يعني مثل هذه الحركات اعتدنا عليها أن تقوم بها أمريكا لضغط جهة على جهة لأنه لا يحصل أكثر من عمليات تدافع في المنطقة. ماذا عن اللاعب الروسي وإمكانية أن يسمح لهذا التحالف بالتمدد؟ ما دوره في ذلك؟ اللاعب الروسي سيدي ليس له على الإطلاق غرب الفرات موطئ قدم على الإطلاق إطلاقا. يعني هو يطمع بأن يأخذ الضفة اليمنى أو يسيطر عليها كاملا، حيث أنها كانت تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية، يأتي إليها ضعيف. الآن مجرد بعد من 6 أشهر بعد أن استقر في البوكمال بدأ يبدو وكأنه الشريك الأقوى بالنسبة لإيران على الضفة الشرقية. فلا أعتقد أن اللاعب الروسي يفكر بأي طريقة بعبور نهر الفرات إلى الضفة اليسرى، لأنه جرب هذه التجربة قبل هذه المرة عندما أرسل رتل إلى حقل كونوكو الغازي وأبيد الرتل كاملا، قصف من قبل طيران التحالف بحيث أن الرتل لم يخرج منه ولا حي على الإطلاق. لذلك لا أتصور أن روسيا تغامر هذه المغامرة. العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري، شكرا جزيلا لك.